السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا والله بترك البطل. ما عندكم بيوت؟ أجي الظهر موجودين، أجي العصر موجودين، أجي المغرب موجودين، العشاء موجودين. يا أخوي شو جوكم أنتم؟ وش سويت يا عامر؟ وش ثوب المخيص؟ هذا مفصله ب 120 ما كملت فيه 3 سنين وتقول مخيس؟ وش الجهاز الزين؟ هذا الجهاز البطل، يغير كل واحد لشخصية الثاني، وبعد يومين ترجعون وضعكم الطبيعي. وش رايكم فيني يا عيال؟ يومين؟ هات جبت الغير ذا المخيس ذا؟ تكفى يا جوني ديب. المهم يا عيال، انا بدز باخذ لفه على البولي والتي ون. بس كيف اللبس يا عيال؟ كذا صب شاهي. انا وتناظر بعد اي هند صب شاهي. ابشر. هلا والله بعزول. ارحب. اقول الشاحن حقك باقي فيه 30%. مش من زينان به متيك ايام شاحن فهد. شكلك لاعب بالناس. التغيير زين. والله اني باح الانبهالي صدق حطيت مترجم علشان يعرفون حسي. لا يا شيخ شكل سواليفك واجد. اقول عطني الشاحن بس. الشاحن مع الكساندر الرجال مسافر. اما عاد عندي تمر سكر حبات كبار على كيف كيفك تقاو. اقول هات الجهاز بس. ضايقني خلق عشان الجهاز يا حبيله. كيفك يا عمو؟ هلا بصويلح. ها وشلون ابوك؟ بخير الله يسلمك، انت كيفك؟ وش هاللبس انت هالسنه؟ هو هذا اللي جاي عشانه، ولدك عامر سوى مصيبه بعد الشر عنك. وش مصيبته؟ شو مسوي؟ ولدك هذا سوى عجيل المجتمع، خلاه معصوب ملكي بالجبن بالموز بالقشطة كذا يعني. هلا 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 صويلح، زين انك طقمت عشان نروح نلعب كورة. طقمتني والناس نايمين، اتصل عليك مندود عشان كذا جيت اشتكي. اقول انا نفسي بالسيارة، مشينا نتأخر العيال. قم. مع السلامة يا ابو. يا الزلابه جاي تشتكي عند ابوي، تبي تسوي لي قروشه ومشاكل يا ورع؟ ايش اسوي لك؟ ادق ما ترد، نكبت عند اهلي، هيا رجعني زي اول. اسمع التبديل والترجيع بعد يومين. ايش ترجيع بعد يومين؟ تيشيرت انا تيشيرت؟ اقول لك والله اشتكيك وزاره التجاره، هيا اهجد. ايه يا قلق، لا تكتب لشنا، اليومين فيك فيك. هي يومين اثنين، ايش يفكك مني بعدين؟ وخلصنا الشوبينج. ها قل لي وش رايك بالله بالجزمه الجديده اللي انا شريت؟ يا واد انت مجنون، جزمه ب 2000 ريال؟ يا حبيبي وش عرفك انت؟ هذه جزمه ماركه عشان اذا لبستها الناس كلهم يطالعوني. الناس تطالع في الجزمه ولا تطالع في وجهك؟ يا هالتحلطم اخلص، وين تبيني اوديك؟ الكورنيش، قصدي لو في كورنيش بالرياض وربي يطلع حريقه. يا الله شكلي بوديك استراحتكم، كلامك جاب لي الحموضه. يلا